من واشنطن معنا الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. أستاذ إيهاب أهلا وسهلا بك. يعني هذا الحال للناخب الأمريكي، دعني أبدأ منه، في حال فعليا تواجه ترامب وبايدن، بداية يعني كيف يتفاعل الداخل الأمريكي مع هذه الاتهامات، وما المتوقع في جلسة محاولة عزل بايدن؟ نعم، اهلا بحضرتك وبالمشاهدين اينما كانوا. طبعا الناخب الامريكي اليوم يتعرض لحاله استقطاب شديده جدا اصلا منذ فتره طويله. السبب في ذلك طبعا ما نشاهده من تطورات للاحداث سواء داخليا او خارجيا اثرت عليه بشكل كبير، حتى اضطرته ايضا للاهتمام بالاحداث الخارجيه التي لم يكن يهتم بها قبل ذلك لكي يعطي صوته بناء على ما يشاهده في الخارج كما ما يشاهده في الداخل ايضا. داخليا أداء إدارة جو بايدن في الواقع تأثر كثيرا بالحرب الأوكرانية ودعمها البالغ لهذه الحرب، ما أثر على جيب المواطن الأمريكي بصورة مباشرة. ويعني حضرتك كما تشاهدين طبعا الزيادة، التضخم الحادث وزيادة أسعار الفائدة المستمرة غير المتوقفة حتى اللحظة، ومحاولات طبعا أيضا الديمقراطيين اصطياد الرئيس السابق دونالد ترامب سياسيا في شكل قضائي بالتهم الكثيرة التي وجهت له، خاصة يعني قبيل الانتخابات، يعني قبل عام ونصف من هذه الانتخابات بدأت التهم تكال لهذا الرئيس، إلى أن وصلت إلى أكثر من 90 تهمة اليوم في قضايا كثيرة ومختلفة، لكن لم تسقطه من إمكانية الترشح. المواطن الأمريكي اليوم أصبح قلقا على جيبه وقلقا على حياته وعلى تعليم أبنائه وعلى صحته، أمور كثيرة جدا جعلته اليوم لا يعرف أين يتجه ببوصلته. هل يقوم بانتخاب، يعني الديمقراطي الذي انتخب بايدن، هل يقوم بانتخابه مرة أخرى ويزيد من معاناته 4 سنوات جديدة، أم يغير بوصلة انتخاباته ويعطي صوته هذه المرة من جديد أو لأول مرة للرئيس السابق دونالد ترامب؟ نعم، هل تعتبر اليوم بأنه بغض النظر عن عدد التهم الموجهة لترامب وما يتم اليوم توجيهه من اتهامات لبايدن وابنه هانتر وأخيه حتى جيمس، يؤثر بنفس الطريقة على الناخب الأمريكي؟ يعني ترامب الأمور معه شخصية أكثر، كما ذكرت اليوم مع بايدن الموضوع اقتصادي وحياة الأمريكي اليومية أيضا عليها علامات استفهام. يعني في هذا الأمر الأمريكيون نوعا ما منقسمين فيه بشكل أو بآخر، لكن دونالد ترامب لديه كاريزما كبيرة جدا لدى المواطنين الأمريكيين خاصة أنصاره، حتى الذين يكرهونه يعلمون أنه لديه كاريزما تؤثر على أنصاره وعلى محبيه بشكل يجعلهم يعني يتبعون أفعاله وأقواله ووعوده إلى آخره. بايدن ليس لديه هذه الكاريزما، وجاء في غفلة من الزمن بسبب سوء إدارة دونالد ترامب لملف كورونا، الذي أنا من وجهة نظري أسقط ترامب في الانتخابات الماضية، كورونا وليس يعني جو بايدن ووعوده الانتخابية. اليوم المواطن الأمريكي المتذبذب والمتأرجح ونسبته تقريبا تصل إلى 26% من أصوات الناخبين الأمريكيين كما أظهرت بعض استطلاعات الرأي، هذا هو المواطن الذي يحاول جو بايدن ويحاول دونالد ترامب جذبه واستقطابه إلى كل من الحزبين سواء الديمقراطي أو الجمهوري. أعتقد أن الملف القوي الذي يقدمه دونالد ترامب حتى اللحظة في المجال الاقتصادي تحديدا والنهوض بالبلاد من جديد من أزمتها الاقتصادية ووقف الحرب الأوكرانية الروسية كما وعد والعودة إلى مسارات مختلفة كان قد مارسها قبل ذلك فترة حكمه وأثبتت نجاعتها وفعاليتها في مجالات الهجرة والأمن، أمن الحدود تحديدا، هي التي ستجعل المواطن الأمريكي اليوم ربما يتوجه لانتخابه بدلا من جو بايدن، لأنه رأى زيادة في نسبة الجرائم، زيادة في المشكلات الحدودية، وزيادة في الأمور المتعلقة بالنواحي الاقتصادية السيئة التي تمر بها الولايات المتحدة. طيب اليوم حديث الرئيس بايدن والانتقاد اللاذع الذي وجهه لمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بأنه اليوم التركيز على محاكمته ونجله بينما نحن نواجه خطر إغلاق، وبأنه مكارثي لم يلتزم بالاتفاق الذي تم فيما يتعلق بمواجهة أو إبعاد خطر الإغلاق، إلى أي مدى أيضا يمكن أن يشكل نقطة فارقة أو علامة فارقة؟ شوفي حضرتك، مسألة الإغلاق ستحل في نهاية المطاف، ولكن ستكون على حساب من وجهة نظري مكارثي والديمقراطيين، بمعنى
مكارثي وضع نفسه في أحضان الديمقراطيين بالخلاف على ما اتفق معه مع الجمهوريين عندما وافقوا في نهاية المطاف بعد انتخابات التجديد النصف الماضية في نوفمبر الماضي على انتخابه، لأنه كانت من مطالبهم تقليل الإنفاق الحكومي. واليوم مكارثي يخالف هذا الوعد ويحاول أن يصل بالاتفاق تمويل الحكومة مع الديمقراطيين إلى بر الأمان من وجهة نظره، ومن وجهة نظر الجمهوريين اليمينيين داخل مجلس النواب أنه خان الوعد وسيعملون على إسقاطه. هل هذا سيحدث أم لا؟ يعني هناك جدال كبير قائم، لكن سيؤثر على الحزب الجمهوري وسيؤثر على الناخب إذا لم يستطع الجمهوريون تجاوز هذه النقطة. أما فيما يتعلق ببايدن والديمقراطيين ومحاكمته إلى آخره، حضرتك تعلمي أنه في نهاية المطاف من الممكن أن ينجح الجمهوريون في تقديم لائحة الاتهام ونقل المسألة بأغلبية النصف زائد واحد إلى مجلس الشيوخ، لكن ستتكسر وتتحطم كل التهم أمام سيطرة الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الأمريكي، لأنه يتطلب لإدانة الرئيس وعزله ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهذا سيكون صعب بسبب سيطرة الديمقراطيين. لكن لا مانع من المحاولة لدى الجمهوريين كما يعتقدون، ونوع من أنواع صد مقابل التهم الكثيرة التي توجه أيضا لرئيسهم السابق دونالد ترامب. يعني المسألة سجال سياسي في نهاية المطاف، الغرض منه إظهار أن الجمهوريين ما زالوا أقوياء وما زالوا متحدين، وليس كما يصفهم الديمقراطيون بأنهم تشتتوا وأصواتهم تكسرت بسبب وجود دونالد ترامب مرة أخرى في المشهد السياسي داخل الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن، الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.